نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل اليوم ما حدث من أمر من بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحضار أبي سفيان، وهما عمرو بن أمية وسلمى بن أسلم. من هناك؟ عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي. مرحى، هل تتذكرني؟ عمرو بن أمية الضمري، إن الرجال يبحثون عنك، ولكنها فرصة قد لا تعوض لكي أظفر بك وحدي. احترس يا عمرو. قتلتني أيها الحقير. يا قوم، يا رجال قريش، هلموا إلي، هلموا، قتلني ابن أمية الضمري. ماذا سنفعل يا عمرو؟ اذهب أنت يا سلمى، ارحل بفرسك إلى رسول الله قبل أن يأتي رجال قريش. لن أتركك بمفردك. ارحل، وسيختبئ أنا لأفرقهم عند حضورهم. ارحل. هل تسمعون ما أسمع؟ إنه صراخ رجل يأتي من هذه الناحية. هيا اتبعوني. ها؟ عثمان، من فعل بك هذا؟ إنه عمرو بن أمية. كنت أعلم أنه ما أتى لخير أبداً. وأين هو الآن؟ لقد مات الرجل. مات؟ ابحثوا في كل مكان، أريد عمرو بن أمية بين يدي فوراً. لقد عاد سلمى بن أسلم. أين عمرو بن أمية يا ابن أسلم؟ هذا ما حدث يا رسول الله، ولا أعرف ماذا حدث لعمرو بن أمية الآن. وقد حمد الرسول ربه على عودة سلمى سالما، ودعا لعمر بن أمية بالنجاة والسلام. في ذلك الوقت كان عمر بن أمية يقطع الصحراء في طريقه إلى المدينة، إلا أنه توقف فجأة. ها هو رجلنا الذي يبحثون عنه، عمرو بن أمية. ماذا تريدان؟ أهذا سؤال؟ بالطبع نريد رأسك، فهو أمر مهم بالنسبة لأبي سفيان وقريش.
وسأصطحبك معي إلى المدينة عوضا عن سيدك أبي سفيان. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث لعمرو، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لعمرو وأثنى عليه وعلى شجاعته. وعلى ذكر عمرو بن أمية في هذه المهمة التي أرسله إليها رسول الله، فينبغي لنا أن نذكر ما حدث في سرية بئر معونة والتداعيات التي حدثت بسببها. جاء أبو براء عامر بن مالك إلى رسول الله ليطلب منه طلبا. يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك. وقد عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي براء الدخول في الإسلام قبل ذلك، فلم يسلم ولم يرفض، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم من أهل نجد. أنا لهم جار، فلا تخشى شيئا. إلى أين أنت ذاهب يا منذر؟ بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد في 70 من الأنصار يقال لهم القراء، لنشر الإسلام ودعوة المشركين إلى دين الله. فلينصركم الله ويثبت أقدامكم. أرى أني سألد وأنت في هذه السرية. إذا كان ولداً فهو محمد، على اسم خاتم الأنبياء وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإن كانت بنتاً؟ فلتكن خديجة، فهي أول من آمنت بالرسول وساندته وأيدته. أستودعك الله. تصحبك السلامة. ما هذا الذي تقول؟ محمد يرسل رجالا إلى نجد؟ من يظن نفسه؟ ألا يعلم أن لهذه الأرض قائدا وزعيما هو أنا، عامر بن طفيل، زعيم بني عامر؟ هذا ما حدث يا سيدي، ويقال إن أبا براء عامر بن مالك قد أعطاهم عهدا بالأمان. أبو براء هذا الغبي يتصرف وكأنه ملك على الديار. حسنا، سنحارب هؤلاء القوم ونبيدهم. سيدي، لا تستطيع بنو عامر مخالفة عهد أبي براء مع محمد، إن هذا لأمر خطير، كما أن لنا عهدا مع محمد لم ينقضه هو، فكيف لنا نحن أن ننقضه؟ حسناً، لتحضر لي بعضاً من رجال عصية ورعل وذكوان لنتشاور في أمر هذا الذي يدعى محمد بن عبد الله. انظروا، نحن الآن عند بئر معونة، وهي في منتصف المسافة بين أرض بني عامر وبني سليم. لنعسكر هنا قليلا. لا يمكن.
يكون هذا هو الحال. إنه نقضي عليهم يا قوم من خلفهم. يا قوم يا قوم، ما جمعتكم لتتناحروا، بل نجتمع على كلمة سواء في قتل من أرسله محمد. سيدي عامر بن الطفيل، سيد بني عامر، ما تقوله أمر جلل. كيف نقاتل من أرسلهم محمد وهم ما جاءونا محاربين؟ إنهم من الأنصار الذين يقال لهم القراء، يحتطبون نهارا ويصلون ليلا، إنهم قوم مسالمون. فيا ويل بني عامر إذا قاتلتهم. وما شأننا نحن بما تقوله يا رجل؟ نحن من بني سليم، من عصية ورعل وذكوان، ولا عهد لنا مع محمد، عهدهم مع أبي براء. أما نحن فسنقاتل من يدخل أرضنا. ليس كذلك؟ سيدي عامر بن الطفيل، لقد عسكر المسلمون عند بئر معونة. ماذا؟ عند بئر معونة؟ المسلمون؟ ما هذا؟ إذن لقد وضع أتباع محمد مكان نهايتهم بأيديهم، وما علينا نحن سوى إرسالهم إلى ربهم في أسرع وقت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سننتظر قليلا. أسيادكم يا تابع محمد. لم نأتي للقتال، بل جئنا في مهمة سلام. ونحن أيضا جئناكم في مهمة سلام. يا إلهي، ماذا تفعلون؟ أبيدوهم عن آخرهم، لا تتركوا أحدا منهم حياً.